في الـ 91 سافرت أنا وجوزي على أمريكا، بلشت أخذ دروس بالفنون، وكنت وقتها عم بتخصص كل شيء بالسيراميك بالنحت. ورجعت بسنة 99 على لبنان، بنفس الوقت كمان رجع خيي على لبنان، وقررنا نفتح شركة نشتغل فيها أشياء للسياحة اللبنانية، لأنه حسينا أنه في كان نقص، وكانت السياحة بلبنان عم تقوى كتير. بسنة 2002 قررت أني أعمل السوفير بماتيريال جديد اللي هو البي في سي. بقررت أخذ الرسمة تبع هالنقشات اللبنانية تبع تراثنا وحطهم على أشياء رح تصير تستعمل بكل البيوت، وحتى تسافر لبرا لأنه كمان فيها تنباع من السواح اللي جايين على لبنان. ساعتها قررنا نعطيها اسم إيماج دوريان. بسنة 2007 بلشنا أول معرض اللي هو معرض أمبيانتي بألمانيا. ألمانيا كانت لقلنا أول خطوة مشيناها برات لبنان. نحنا هلأ في عنا بالعالم تقريباً 650 محل بيوزعوا لنا أغراضنا. هلأ صارت الكوليكسيون عندها تقريباً فوق 50 قطعة مختلفة مع عدة كوليكسيونات. بالنسبة لإلي إيماج دوريان سي أن ميساج، عم بوصل ميساج من بلدي.